وش طلعت أبرز الصفات اللي من خلال هذه الشخصية؟ يعني لما ناخذ يعني محاوصلة الصناديق الأربعة اللي تفضلت فيها، هذه حلوة التوصيف كصناديق أربعة ممتازة. لما نشوف وش اللي داخل الصناديق الأربعة نجمعها، لقينا في مجموعة من السمات لهذه الشخصية. بس قبل ما أقول السمات، أنا لازم أؤكد على قضية مهمة، أنه أي دراسة طبعا سواء على الشخصية القسمية أو كذا، لما نقول شخصي يعني سمات شخصية إيجابية ما يعني نفي عن الآخرين، ولما نقول سمات شخصية سلبية أيضا لا يعني نفي عن الآخرين، لأنه أحيانا يصير عندنا شيء سميته أنا الشراكة في الشراكة السماتية أو الشراكة في الأرباح السماتية. يعني بمعنى أنت تشبهني في الجميل لكن تفارقني في القبيح. يعني إذا كانت أشياء أنا زينة ترين أخويك، أنا مب زينة ترى بالضبط، يعني إذا تركنت لحالك بالضبط، إذا كانت جيدة عن شخصية معينة قيل يا أخي الناس كلهم عندهم الشخصية هذه، وإذا كانت سلبية قالوا لا هذا ولا بس الشخصية هذه. هذه اللي سميتها أنا الشراكة في الأرباح السماتية، هذه إشكال يجب أن نكون على قدر من الشجاعة، فنقبل الإيجابي ونقبل السلبي. إذن إثبات شيء لا يعني نفيه سواء بالإيجابي أو السلبي. طيب هذه نقطة مهمة. أرجع الآن لأبرز السمات. السمات يمكن الأساسية الكبار الثمان، في سمات سميتها سمات محورية، يعني موجودة في قاع الشخصية صح التعبير، لأنها وجدتها في الرحالة تكلم عنها، وجدتها في كلام المثقفين، وجدتها في المقالات، وجدتها أيضا في النكت. ملخصة الثمان أنه من أهم السمات السمة التجارية، النزعة التجارية عند القصمان، هذه واضحة. كذلك المثابرة، كذلك القيادية، الجدية، القصيمية. وش معنى القصيمية؟ يعني الانتماء القصيم والاعتزاز باللهجة القصيمية وما إلى ذلك. الاجتماعية، عندهم انبساط وعندهم كذا. الاعتدادية، الاعتدادية عندهم ثقة بالذات، والاعتداد بالذات أحيانا إذا زاد، ذاك عبر بعض المثقفين قال أحيانا تصل شوفة النفس، وهذه كان رسالة لهذه الشخصية القصيمية أنه انتبهوا لهذه القضية، لا يصل الاعتداد بالذات إلى شوفة النفس وإلى شيء من الغرور. هذه باقي واحدة، هذه سبع. باقي طيب خلينا ممكن نشوف الأفقية. وش الأفقية؟ الأفقية يعني سعة الأفق، يعني قالوا من خلال التحليل أنه في سعة أفق، في 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 نوع من نوع القدرات الذهنية العالية. ولذلك أكثر من واحد من رحالة قال أنه لدى الشخصية القسمية أنهم من عنصر ذكي وعندهم قدرات ذهنية عالية، هذا موجود لدى الرحالة. مين اللي قالوا من الرحالة الكلام ده؟ قالوا أكثر من واحد الحقيقة، يعني قالوا لورمير قال أنهم فيهم ثبات ومثابرة ومن عنصر ذكي بهذا النص. كذلك قاله يعني عدد من بلغريف مثلا مر عليها وقالها، داوتي أيضا أشار لها. يعني مثلا بلغريف هذا زار القصيم عام 1862، جلس في بريد تقريبا 20 يوم، جلس في بيت قال هالبيت يصفه بأنه بيت جيد وعمره أكثر من 200 سنة، وأعطى مجموعة من اللمحات. يعني مثلا قال أنه الناس كانوا يتحدثون في هذه الزاوية، كانوا يتحدثون عن قضايا لفتت نظره، كانوا يتحدثون عن اللغة والنحو والطب والتجارة والحكومة والدين والخطط والمشاريع، هذا 1862 فلفت نظره. لما نجي لداوتي، هذا زار القصيم 1878 وجلس في عنيزة قرابة شهرين. من ضمن الأشياء اللافتة يقول أنا وجدت ناس على درجة عالية جدا من الثقافة، وسمى اثنين منهم من عنيزة، عبد الرحمن البسام وعبد الله الخنيني. يقول إني وجدت هؤلاء يقرؤون في دائرة المعارف،
ويقرؤون في شعراء الجزيرة القدامى، ويعرفون عدد من القضايا السياسية، يعني يعرفون كان في مشكلة بين فرنسا وبروسيا من جهة، ومشكلة بين روسيا وتركيا من جهة، ويعرفون بعض أسماء الوزراء، عد بلمرستون، عد تزرائيلي، وقال قضايا، قال أنهم، وقال أن بعضهم يتكلم الإنجليزية والهندية. فإذا الأفقية وسعة الأفق ومحاولة التعلم والإثراء هذه أيضا يعني موجودة في الشخص.